مساكم الله بالخير مشاهدينا الكرام، اهلا ومرحبا بكم في حلقه جديده من بين قوسين، خصصناها هذا المساء عن معاناة المسافرين ما بين صنعاء والنقاط العسكرية التي تمارس الانتهاكات ضدها. على نحو غير مسبوق بات الطريق إلى صنعاء أو عدن ضربا من المغامرة، وفي ظل ظروف الحرب وجد المواطنون أنفسهم مضطرين للنزوح بحثا عن الأمن والاستقرار ولو في حدوده الدنيا. اضطرارا يهرب الناس من نيران القصف والحرب، وللأسف يقعون ضحايا امتهان وانتهاك يصل في بعض الأحيان إلى القتل في الطرق المؤدية إلى صنعاء وعدن. من نقطة أبو هاشم بؤرة الإرهاب والوحشية في محافظة البيضاء بحق المسافرين والنازحين، وقبلها نقاط الابتزاز والموت في منافذ إب، إلى نقاط الامتهان التابعة للحزام الأمني على مداخل عدن. ساعات مليئة بالقلق والبؤس والمعاناة يلقاها المواطنون النازحون والمسافرون، خصوصا حين يكون في الرحلة نساء وأطفال وبينهم مرضى وعاجزون. عن معاناة المواطنين المسافرين إلى المدن والمحافظات الأخرى نزوحا أو طلبا للعمل، حلقتنا لهذا اليوم من بين قوسين مع ضيوفنا. سيكون معنا عبر الأقمار الاصطناعية من مأرب عبد الواحد ردمان، مساعد رئيس الوحدة التنفيذية لمخيمات النازحين، وعبر الهاتف من مأرب الناشط الإعلامي شعيب القديمي، وسيكون معنا من الحديدة الصحفي مصعب أحمد. أبدأ هذه الحلقة مع الأستاذ عبد الواحد ردمان عبر الأقمار الصناعية من مأرب. مساء الخير أستاذ عبد الواحد. أهلا، مساء النور. أهلا بك. بداية أستاذ عبد الواحد، كيف تتابع المعاناة التي يتلقاها المسافرون ما بين المحافظات اليمنية، سواء النازحين من صنعاء باتجاه مأرب أو البيضاء، أو الذاهبون من المحافظات الأخرى من تعز وأب إلى عدن والمحافظات الجنوبية؟ شكرا جزيلا. بداية أشكر قناة بلقيس على الاستضافة وعلى إثارة هذه المواضيع التي تعنى بالجانب الإنساني ما يخص النازحين إلى المناطق الآمنة. في الحقيقة الوضع الذي تمر به البلاد يعني أثر على كثير من الناس تأثير كبير جدا. كثير من الناس فقدوا مصادر دخلهم، فقدوا منازلهم، فقدوا وظائفهم، مضطرهم إلى النزوح والانتقال إلى مناطق أكثر أمنا، علهم يجدوا نوعا من الأمان في هذه المناطق. لكن تكون المعضلة الكبيرة في هذا الموضوع مسألة الانتقال من المحافظات التي يريدون النزوح منها إلى المحافظات الآمنة أو إلى مناطق النزوح. وهذه في الحقيقة معاناة كبيرة، تضطر كثير من الناس أن يبقى في يعني في مكانه، في المناطق التي تسيطر عليها الإنقلابيين، خشية أن يقعوا في مأزق أكبر أو أن لا يتمكنوا من الوصول إلى المناطق الآمنة. والذي يعني يغامر ويتجشم الصعاب للوصول إلى مناطق النزوح تكون يعني مغامرة غير يعني يسافر المسافر وهو يعني لا يتوقع أن يعني لا يعلم هل سيصل أم لا يصل، كما يعلم الجميع المسافة التي كانت تقطع في ساعتين إلى ثلاث ساعات الآن تصل إلى 12 ساعة إلى 10 ساعات. إضافة إلى ذلك فالكثير يعني يضطر إلى يعني المشي من مناطق ربما أو طرق أكثر أمانا أو غير يعني معروفة حتى يتمكن من الوصول إلى مناطق النزوح. نعم. علاوة على ذلك أنه ربما يصل إلى النقاط التي تكون فيها الميليشيا، والكثير منهم إما أن يعتقل أو أن يعود إلى يعني أن يعود أدراجه إلى المنطقة التي أتى منها. نعم. إذا تحدثنا عبد الواحد عن نماذج من الانتهاكات التي تمارسها هذه النقاط على المسافرين أو النازحين إلى المحافظات الآمنة والمحررة، ما هي؟ ضعنا بصورة مفصلة عن هذا الموضوع. آه
الانتهاكات يعني كثيرة وكبيرة جداً، والذي يتابع وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي وقصص المسافرين الذين وصلوا إلى المناطق التي تحت سيطرة الشرعية يسمع العجب العجاب. يكفي أن كل مسافر عندما يصل إلى هذه النقاط أقل ما يمكن أن يتم إيقافه، التحقيق معه بطريقة لا مسؤولة. البعض حتى وإن لم يكن عليه أي تهمة أو أي بلاغ، أو يعني مواطن عادي جدا، يبقى في أي نقطة من النقاط، ممكن يبقى يوم أو يومين أو 3 أيام حتى يسمح له بالعبور. علاوة على ذلك، ما يتم من الانتهاكات في هذه النقاط، الكثير من الناس غيبوا من هذه النقاط تماما، يعني يصل إلى النقطة يتابع حتى يصل إلى إحدى هذه النقاط ثم يختفي تماما ولا يظهر إلا بعد فترة، وقد اتضح أنه يعني مسجون أو نقل إلى مدينة أخرى. وكثير من القصص التي حدثت، وخاصة للنساء، أكثر ما يعني هذه الانتهاكات ما يتعرض له النساء والأطفال التي لا ذنب لهم، سوى أنهم مسافرون، ورغم ذلك يتم إيقافهم، يتم إرجاعهم إلى صنعاء أو إلى المناطق التي أتوا منها. فالانتهاكات التي تتم يعني بصورة كبيرة جدا. نعم، طيب ابقى معي أستاذ عبد الواحد، نشارك معنا في الحديث أيضا الناشط الإعلامي شعيب القديمي. مرحبا بك شعيب. أهلا أخي بشير وحياكم الله، وشكرا لقناة بلقيس التي دائما تكون قريبة. أهلا بك أستاذ شعيب، كانت لك تجربة في النزوح والتنقل بين النقاط الأمنية التابعة لميليشيات الحوثي حتى وصلت إلى المحافظات الآمنة والمحررة في مأرب، وكانت تجربة ومعاناة، ضعنا بصورة يعني المراحل التي تنقلت فيها وماذا لقيته في هذه النقاط العسكرية. أخي بشير، أولا هذه المعاناة أصبحت غير خفية على كل أبناء الشعب اليمني، لكل من أراد أن ينزح من المناطق التي تقع تحت سيطرة ميليشيات الحوثي إلى المناطق الآمنة، أي المناطق التي تقع تحت الشرعية، هناك الكثير من المعاناة. أولا مثل ما ذكر ضيفكم الأخ عبد الرحمن ردمان، كيفية الخروج من هذه المناطق بصعوبة جدا وبسرية تامة، أيضا التنقل بين النقاط، دفع الأموال والرشاوي، المسافة اللي كانت يعني ساعتين أو 3 ساعات من محافظة إلى أخرى قد تصل إلى 10 ساعات على التوالي، هناك انتهاكات كبيرة في النقاط، هناك أيضا حتى وإن كان على الشخص غير نازح، مجرد مسافر أو عابر طريق، أيضا يتمارس بحقه الكثير من الانتهاكات والشتائم والسب والقذف، هؤلاء دواعش، أنتم تعيدون العدوان، بالإضافة إلى الابتزاز ودفع الأموال الكثيرة لهؤلاء الميليشيات في النقاط. تخيل أنه المسافر من صنعاء إلى مأرب، المسافة كانت 3 ساعات، اليوم قد تصل إلى 10 ساعات أو أكثر، لأنه لا أحد يستطيع أن يتحرك في خط مأرب صنعاء إلا عن طريق ذمار ومن ثم رداء البيضاء وصولا إلى مأرب. هذه الانتهاكات أصبحت ظاهرة، واليوم ميليشيات الحوثي لم تعد يعني تبالي بشيء. هناك أيضا اعتداءات في صنعاء على المظاهرات اللي تخرج يوميا على الطالبات، أيضا آخرها العرس أو النقطة الأمنية التي اعترضت موكب زفاف وقامت بانتهاك كبير بحق العرسان، أو وقالوا أنهم أحلقوا شعارين. يا أخي، هذه الانتهاكات أصبحت اليوم حتى الأمم المتحدة للأسف الشديد تتغاضى عن مثل هذه الممارسات التي تعتبر جرائم حرب، وأيضا جرائم حرب يعني والكل يعلم بها. الحوثيين اليوم يحشدون أيضا خطباء المساجد والدعاء والأئمة في المناطق سيطرتهم لتأييد مثل هذه الممارسات التي يقومون بها في النقاط الأمنية، وممنوع خروج الأسر والعوائل المناطق التي تقع تحت سيطرة الشرعية. نعم، طيب أستاذ شعيب، حتى نكون أكثر إنصافا، ربما الحادثة التي تحدثت عن بأن هناك يعني عروستين أوقفوهما وتم حلق شعرهما، يقال أن هذه القصة لم تكن حقيقية،
فما أدري إن كانت لديك معلومات مؤكدة وموثقة. حتى وإن لم تكن حقيقية، أنا أتوقع أنه النقاط الأمنية أخي بشير، أنت أو أحد المتابعين الذين مروا بهذه النقاط سيعرف ماذا الإهانة التي يتلقاها من ميليشيات الحوثي، سواء كنت لديك عائلة أو غير عائلة، بالإضافة إلى كثرة الابتزاز ودفع الأموال والرشاوي حتى يمر من هذه النقاط. نعم. أخي بشير، دعني أن أستغل الفرصة وأحط موضوع صغير عن معاناة النازحين المتواجدين في محافظة مأرب. نعم. طيب شعيب، لا شك أن النازحين في محافظة مأرب خصصنا لهم حلقات كثيرة، وبالأمس من المساء اليمني ناقش الموضوع، وأيضا لدينا الأخ عبد الواحد ربما يتطرق، لكن لو ركزنا على الزاوية التي نحن خصصناها اليوم في بين قوسين وهي مسألة المسافرين والمعاناة، أيضا هناك جانب معاناة أخرى شعيب كما تعلم، الذين يذهبون نحو المحافظات الجنوبية، أيضا هناك امتهان لهؤلاء الناس وعرقلتهم ومنعهم من الدخول أحيانا كثيرة، وبعضهم تحصل مشاكل حتى وصل إلى حد القتل. تعلم هناك آخر حادثة وقعت في طول الباحة، مشادة بين نقطة عسكرية وأحدى الباصات الناقلة للركاب، وتم قتل أحد الركاب في الباص. إن كنت لديك يعني حوادث رصدتها وتحدثت عنها في هذا الجانب، ضعنا والمشاهد الكريم فيها. نعم أخي بشير، طبعا نحن من أول يوم نتحدث أن هناك انتهاكات كبيرة تقوم بها ميليشيات الحزام الأمني في المناطق الجنوبية بحق أبناء المحافظات الشمالية المسافرين. أنت تخيل بأنه أي رحلة علاج، طبعا لا يوجد مطار سوى القريب للمناطق الشمالية هو مطار عدن. الكثير من هذه الأسر كان لديهم رحلة علاج ولم يستطيعوا الدخول من ميليشيات الحزام الأمني. الانتهاكات التي تقوم بها ميليشيات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي الذي مدعوم إماراتيا هي لا تقل عن انتهاكات وممارسات ميليشيات الحوثي الإرهابي، ونحن من أول يوم نتحدث عنها. هناك أيضا ابتزاز للمسافرين، إذا كان الحوثيين يبتزون ويشتمون المسافرين ومن ثم يسمحون لهم بالعبور، لكن هذه الميليشيات المسمى بالحزام الأمني تقوم بابتزاز المسافرين والشتائم والضرب، وقد يصل إلى إطلاق الرصاص وإلى الاعتداء عليهم، ومن ثم يمنعونهم من الدخول للعدن. حقيقة للأسف الشديد الحكومة عاجزة عن الدفاع عن هؤلاء المسافرين وعن مظلوميتهم التي كل يوم تكبر، وكل يوم في عدن يحصل انتهاك. أيضا تم قتل أحد أبناء المناطق الشمالية في عدن، والجهاز الأمني لم تحرك ساكنا. الجهاز الأمني في عدن جهاز عنصري فاشل بكل ما تعني الكلمة، شلال شائع، يجب إقامته بأسرع وقت، كان يجب إقامته من قبل سنتين وليس من اليوم مع إدروس وعلي بن بوريك. هذه الميليشيات سبق وإن قلنا بأنها تمارس نفس الانتهاكات التي تمارسها ميليشيات الحوثي في صنعاء وفي المناطق السيطرة عليها، إلا أن ميليشيات الحوثي بالأخير تسمح لهؤلاء المسافرين بالعبور إلى المناطق التي يريدونها بعد أن تقوم بإهانتهم. أما هؤلاء يقومون بإهانتهم وضربهم ويعتدون عليهم بالرصاص ومن ثم يمنعونهم، وقد يرجع المسافر ومن لديه رحلة علاج أو رحلة سفر أو لديه يريد أن يكمل دراسته لا يستطيع أن يدخل إلى هذه المناطق. نتمنى حقيقة من الحكومة أيضا من التحالف نكون واضحين، هذه الميليشيات التي تعرف بالحزام الأمني التابع للمجلس الانتقالي هي مدعومة من الإمارات، والإمارات جزء من التعارف، لكن للأسف الشديد دور الإمارات سلبي في الجنوب، دور الإمارات دعم هذه الميليشيات التي تعمل ليل ونهار على الزلزال عدم ثقة بالناس. اليوم عدن نعم عم. طيب شعيب ابقى معي، عود الى مأرب عبر الأقمار الاصطناعية مع الاستاذ عبد الواحد ردمان. استاذ عبد الواحد، هل تتفق مع شعيب بان ميليشيا الحزام الامني في المحافظات الجنوبية تقاسمت الانتهاكات والممارسات القمعية ضد المسافرين كما تعمل ميليشيا الحوثي في المحافظات الخاضعة لسيطرتها؟ اخي بشير، لا شك ان كل أي قوة أمنية
لا تنتمي إلى الحكومة الشرعية وإلى أجهزة الدولة الرسمية، فهي بلا شك بالإمكان أن تنتهك أو أن ترتكب انتهاكات كبيرة وانتهاكات جسيمة، لأنها أصلاً لا تخضع لإشراف الدولة الشرعية ولا تخضع لأجهزة الدولة الممثلة في وزارة الداخلية ووزارة الدفاع. ولذلك فهذا يعني يتطلب وقفة مسؤولة من الجميع، أن تكون كل المنافذ وكل النقاط وكل المعابر وكل الجهات التي تشرف على تثبيت الأمن والاستقرار في أي محافظة من المحافظات لابد أن تكون كلها أجهزة رسمية تابعة لوزارة الدفاع ووزارة الداخلية المعنية أساسا بهذا الجانب. نعم، طيب ابقى معي عبد الواحد وأيضا الأستاذ شعيب. سنذهب الآن مشاهدينا الكرام لمتابعة هذه التصريحات التي تحدثت عن معاناة المسافرين والنازحين في محافظة الضالع. أخذنا نموذج وعينة من الناس، نتابع هذه العينة التي وصلتنا من مراسلنا هناك ومن ثم نكمل الحديث. هناك تفرقة في المناطق، هناك معاناة كثيرة جدا، انحصرت خدمات النازحين على المنظمات الدولية، وكما نعلم أن المنظمات الدولية لا تؤتي ثمارها بالشكل المطلوب للمواطن النازح، خلافا على النازحين المتواجدين في المدن الذين فقدوا التعليم والذين فقدوا أشياء لا يسلط الضوء عليهم إلا بشكل ضئيل جدا. نتمنى من السلطات أن تقوم بدورها تجاه النازحين كونهم في وضع مأساوي كبير. النازح يعتبر إنسان قد ترك، لا يعتبر إنسان ترك بيته بس منزله بغير، فقد ترك التعليم وترك الصحة وترك الأموال والزراعية التي كان يمارسها، والبعض ترك الوظيفة التي كان يمارسها في المدينة. فالنازح يعاني مشاكل كثيرة، لا يحصل على حقوقه التي يستحقها النازح في أي دولة كسوريا وغيرها من الدول. فنازح اليمن لا يحصل على مسكن، لا يحصل على صحة، لا يحصل على مخيمات، لا يحصل على اعتناء. بعض الطلاب تركوا المنازل، وبعض الطلاب والله وانا سارح الان بنازحين، يعني ما يوجد شيء يلبس ملابس، اني سارح بثياب مقطعه والله العظيم، انه لما يعني ايش اقول لك، يعني حاله يرثى لها، حاله انسانيه، يعني طالبات صغيرات يريدون ان يتعلمون ولم يجدون حتى ملابس او شنط مدرسيه او ادوات مدرسيه لم يجدوها، والله انهم سارحين الان تقدومي صباحا وانهم لم يجدوا الثياب الذي يرتدوها زي المدرسة. فالنازح يعاني مشاكل كثيرة، لا يحصل على حقوقه التي يستحقها النازح في أي دولة كسوريا وغيرها من الدول. فنازح اليمن لا يحصل على مسكن، لا يحصل على صحة، لا يحصل على مخيمات، لا يحصل على اعتناء. الآن في الوقت الحالي من الحديدة، إذا نزل عدن يعني إخواننا الجنوبيين يعني ما يقبلوهمش يعني في البلاد الجنوب، وإن طلعوا يعني صنعاء يعني أوضاع سيئة، ومن القش يعني منازل بسبب الإيجارات غالية مرتفعة جدا يعني. فذلك يعني ناشد يعني المنظمات الإنسانية أن تعمل مخيمات للنازحين، أول شيء يعني أنه تعمل يعني مخيمات للنازحين، وثانيا شيء يعني الإنسان النازح يعني الآن لا يجد له مأوى ولا يجد يعني شيء يعني في متيسرة الحياة. الآن أصبح يعني النازح يعيش بين المطرقة والسندان. النازح بشكل عام يعاني من الذهاب إلى مدينة عدن والمناطق الجنوبية بشكل عام، فنطالب المنظمات بأن يوفروا المخيمات للنازحين المتواجدين من أبناء الجمهورية. حياكم الله مشاهدينا الكرام، ونعود من جديد هذه المرة إلى محافظة الحديدة مع أحد النازحين إلى محافظة، هو صحفي من الحديدة يتحدث عن النازحين ومعاناة المسافرين على النقاط في المحافظة الجنوبية. مرحبا بك أستاذ مصعب. أهلا وسهلا أخي بشير. أهلا بك أستاذ مصعب. لو وضعتنا بصورة أو تفاصيل الشخص عندما يذهب من الحديدة أو المحافظات الشمالية باتجاه الجنوب بحثا عن الأمان أو بحثا عن الرزق والعمل. حياك الله. أولا عندنا ثلاث نقاط رئيسية ممكن نركز عليها. نعم. نقاط عسكرية يتعرض فيها كل اليمنيين أبناء الحديدة وغيرهم. نعم. هي نقطة أبو هاشم في منطقة رداع اللي هي تربط ما بين صنعاء ومأرب. نعم. النقطة الثانية هي نقطة الحبيلين
والتي يسيطر عليها قوات الحزام الأمنية التابعة للإمارات. نعم. ونقطة العلم شرق محافظة عدن اللي باتجاه محافظة أبين. نعم. هذه النقاط هي أبرز نقاط عسكرية يخشاها أي مسافر أو نازح يمني من أي محافظة، خصوصا أبناء الحديدة الذين نزحوا بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة بسبب المعارك الدائرة هناك. نعم. مشكلة الحديدة الخاصة أنه الآن أصبح أبناء المديريات الشرقية والجنوبية للحديدة لا يستطيعون الوصول إلى مركز المحافظة إلى مدينة الحديدة. نعم. بسبب المعارك الدائرة في منطقة كيلو 16 وكيلو 10 الطريق مقطوعة تماما. الآن المسافر الذي يريد الوصول إلى المدينة أو يريد النزوح من المدينة إلى خارج الحديدة لازم يعمل لفة على مديريات الحديدة بشكل كامل حتى يصل إلى المدخل الشمالي اللي يربط بين الحديدة وحرب، هو المنفذ الوحيد الذي بقي لأبناء الحديدة مفتوح حتى الآن. نعم. المنفذ الشرقي. طيب مصعب. مصعب. الجنوبي مغلق أيضا. نعم. نعم. تحدثت على ثلاث نقاط رئيسية وهي النقاط العسكرية في نقطة أبو هاشم في البيضاء، وأيضا نقطة في العلم على مدخل عدن باتجاه أبين، وأيضا النقطة في محافظة لحج قبل الدخول. نعم. إلى عدن. هذه النقاط إذا تحدثنا عن نوع الانتهاكات التي تمارس ضد المسافرين فيها ما هي؟ الانتهاكات تستطيع أن تقول أنها يعني تخضع لجانب أخلاقي أكثر من كونه سياسي. نعم. جميع الأطراف العسكرية التي يعني محسوبة على الشرعية ومحسوبة على الانقلاب يعني تمارس انتهاكات متشابهة ومتفاوتة. في نقطة أبو هاشم كل من يريد الذهاب باتجاه الشرق شرق اليمن باتجاه محافظات مأرب وحضرموت هو متهم بأنه ذاهب إلى مأرب. نعم. إلى الانضمام إلى الشرعية، إلى الالتحاق بالجيش. هذه التهم الجاهزة. نعم. حتى أن الطلاب يعني حادثة من الحوادث التي مرت علينا، مجموعة من الطلاب الذين يدرسون النفط في كلية شبوة يعني طلاب، مجموعة طلاب جامعيين لم يبرر لهم حتى بطاقتهم الجامعية ولا ولا ولم يقبلوا أي عذر، وأخذوهم من القلعة البيضاء واحتجزوهم ثلاثة أيام وتحقيقات وتعذيب ويعني كل أنواع الانتهاكات والسب والشتم والاتهام بأنكم على العدوان وأنكم دواعش وأنكم ذاهبون للعسكرة في المأرب. نعم. أيضا المسافر الذي يريد السفر إلى الخارج، المريض، العائلة التي تريد السفر إلى الخارج وحالتها صعبة يتم احتجازها هناك لساعات مع أنها ذاهبة إلى مطار سيئون لمغادرة البلاد للعلاج أو أي تقضي أي حائط خارج البلاد. نعم. بالنسبة لمداخل عدن وهذه الفضيحة الكبرى أن تكون الشرعية الحكومة الشرعية التي اليمنيون يتوقون إلى تحرير البلاد عبرها وعبر قواتها العسكرية، أيضا أصبحت هذه النقاط صورة سيئة وتقدم يعني مشهد سيء وسوداوي عن الشرعية مع أنها لا تنتمي للشرعية، ويعرف اليمنيون كلهم أنها تتبع القوات العسكرية الإماراتية في الجنوب، لكن يجب على الشرعية أن تعلن موقفها الواضح من انتهاكات نقطة الحبيلين التي وصلت إلى يعني الإهانة والاتهام بشكل عنصري ومناطقي. أنت شمالي، أنت من أبناء تعز، أنت من أبناء الحديدة، ما الذي جاء بك إلى الجنوب؟ وتفتيش الموبايلات، التحقيق بشكل، والنقطة هناك في منطقة نائية لا يستطيع حتى يتم إنزالك من باصات الناقلات البرية الكبيرة التابعة لشركات النقل، ويذهب الباص وتضطر أنت للبحث عن أي سيارة تعيدك إلى الخلف إلى الوراء، حتى أن شركات النقل في صنعاء في الحديدة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين لا. نعم. تستطيع أن تمنحك تذكرة سفر إذا أنت ذاهب إلى الجنوب، لأنه كلك بتوصل النقطة العسكرية في الحبيلين أو في نقطة العلم ويتم احتجازك وسنضطر أن نمشي. نعم. فابحث عن حل. يعني أصبح اليمني ملاحق داخل أرضه وكأنه يريد أن يعبر من دولة إلى دولة وليس من محافظة إلى محافظة. الموضوع موضوع أخلاقي، أخلاق العسكر
الذين ينتمون للقوات التابعة للحزام الأمني وأخلاق المسلحين التابعين للحوثيين. الموضوع ليس سياسي، موضوع أخلاقي، إهانة للبلد، أبناء بلده وأبناء جلدته فقط. نعم. طيب مصعب ابقى معي، أعود إلى مأرب عبر الأقمار الصناعية مع الأستاذ عبد الواحد ردمان. أستاذ عبد الواحد، سمعت ما طرحه الأستاذ مصعب، ربما فعلا وضع النقاط على الحروف بهذه النقاط التي تمتهن كرامة اليمنيين، سواء في المحافظات الخاضعة لسيطرة الشرعية في المحافظات الجنوبية أو نقاط ميليشيات الحوثي في محافظة مأرب. أيضا سمعنا بعض الشكاوى أن هناك أيضا بعض النقاط تقوم بإيقاف بعض المسافرين والتحقيق معهم. إن كنت قد رصدت يعني حالات ووصلتك، حدثنا عنها، وما هو الفارق بين النقاط التي في مأرب التي تمارس ربما بعض التفتيش على بعض المسافرين وأيضا نقاط الميليشيا الحوثي والحزام الأمني في عدن؟ نعم أخي، النازح أيا كان هو يواجه صعوبة ومعاناة تبدأ من مجرد فكرة النزوح والانتقال إلى المناطق الآمنة، ولا تنتهي بمجرد وصوله إلى المنطقة. فهناك معاناة أخرى ربما تطرقتم إليها في الريبورتاج الذي عرضتوه، أن هناك معاناة أخرى يعانيها النازح حتى بعد أن يصل إلى مناطق النزوح أو إلى المناطق الآمنة. بخصوص النقاط الأمنية، ما تقوم به نقاط الإنقلابيين معروف، ربما قد تطرقنا إليه وعرج عليه ضيوفك الكرام. بخصوص يعني ما النقاط الأمنية التي على مداخل المأرب، بالنسبة لنا في الوحدة التنفيذية لم ترفع لنا حتى الآن شكاوى واضحة أو أنه تم عرقلة نازحين بمجرد أنهم يعني نازحين. ربما تتم هناك إجراءات أمنية أو طلب بطائق أو تفتيش أو كذا، لكن نحن كمعنيين بموضوع الانتهاكات التي يتعرض لها النازحين لم تصل إلينا أي شكوى رسمية يعني في من قبل نازحين تعرضوا لانتهاكات في النقاط التي على مداخل المدينة. لكن هناك إشكالات أخرى يتعرض لها النازحون، إشكالات كبيرة جدا يلاقيها النازح عندما يصل إلى مدينة مأرب كغيرها من المدن، وهي المتعلقة بوضع السكن، بمكان النزوح، بالخدمات التي تقدم للنازحين. هناك مشاكل حقيقية في هذا المجال، وربما أنكم قد تطرقتم في برامج أخرى إلى مثل هذه المواضيع، وهي فعلا يعني مشاكل تتطلب تضافر كل الجهود، لأن سواء عدن أو مأرب أو غيرها من المناطق التي أصبحت مناطق النزوح أصبحت يعني تضم عدد كبير، تحوي عدد كبير من النازحين تفوق طاقتها الاستيعابية أو قدرتها على تحمل النازحين، وهذا يتطلب ضرورة وجود مقومات وخدمات كبيرة جدا تقوم بها كل الجهات المعنية. نعم. يعني سواء في الحكومة أو في المنظمات الإغاثية والمعنية بهذا نعم. الجانب. نعم. طيب أعود إلى الأستاذ شعيب القديمي. أستاذ شعيب، يعني كثيرا تحدثوا وكتبوا على مواقع التواصل الاجتماعي ربما بطريقة أو بأخرى بأن النقاط أيضا في محافظة مأرب تمارس بعض التحقيقات وبعض الابتزاز للمسافرين في هذه النقاط. هل فعلا في محافظة مأرب تمارس نفس الممارسات في ما يحدث للمسافرين سواء في نقاط التابعة لميليشيات الحوثي في المناطق الخاضعة لسيطرتها وأيضا ما يقوم به الحزام الأمني على نقاط المحافظات الجنوبية ومداخل عدن؟ دعني حقيقة أن أختلف مع الأخ مصعب بهذا الشيء. النقاط الأمنية في محافظة مأرب حقيقة لا تمارس أي نوع من الانتهاكات بحق النازحين أو بحق المواطنين المسافرين في الشوارع العامة إلى المحافظات الأخرى مثلما تمارسه ميليشيات الحوثي أو الحزام الأمني. هناك تعاون كبير حقيقة بالنقاط الأمنية، ونحن كل يوم نمر من بكثير من هذه النقاط. هناك تعاون كبير جدا. النقاط الأمنية في محافظة مأرب
حقيقة تم تأهيلهم وتدريبهم وإعطائهم دورات توعية لخدمة المسافرين. يتحدثون وهؤلاء قد تعرضوا لموقف أو يعني هذا الموقف لا نعممه على كل النقاط الأمنية في محافظة مأرب. النقاط الأمنية متعاونة بشكل كبير جدا مع النازحين، مع المسافرين، مع المارة، تقدم لهم الخدمات، تتفاعل معهم بالدخول إلا إذا كان هناك بلاغات أو عندهم نوعا ما من العمليات، عندهم معلومات سابقة أنه هناك شاحنات فيها تهريب مخدرات وكذا، تحصل نوعا ما من العرقلة وفحص للبطائق الشخصية. لكن بشكل عام نشكر حقيقة كل النقاط الأمنية في محافظة المغرب التي تمثل حقيقة نموذج رائع للجيش الوطني وللأمن والداخلية في الجمهورية اليمنية. المعاناة كما ذكرها الأخ ضيفك عبر الأقمار الصناعية أنه هناك معاناة عندما يصل النازح إلى محافظة مأرب، هناك الكثير والكثير من المعاناة. وأنا كنت أتمنى حقيقة أن أوجه رسالة إلى هناك دور سلبي جدا تقوم بالحكومة في لمساعدة النازحين في مأرب. أيضا السلطة المحلية في محافظة مأرب دورها سلبي جدا. النازحين في محافظة مأرب هم الأكثر عدد بين كل المحافظات التي تقع تحت سيطرة الشرعية، لكن حقيقة لا يوجد أي مساعدات. حتى المنظمات الدولية والإنسانية وقفت عملها في محافظة مأرب، لا ندري ما هو السبب. أيضا في معاناة المدارس، أصبحت مكتظة بالطلاب. هناك نازحين اليوم طلابهم يلعبون في الشوارع، لم يستطيعوا إدخالهم إلى المدارس بسبب أولا تعرقل مرقاتهم التي في المناطق التي تقع تحت سيطرة الحوثيين. أيضا عندما تذهب لتسجل أبنائك أو أخوانك للمدارس الكل يشتكي بأنه أصبحت ممتلئة، وأيضا الوثائق قد تتأخر إلى أسبوعين أو ثلاثة أو شهر حتى تصل إلى محافظة مأرب. أشكرك الناشط الإعلامي شعيب القديمي، كنت معنا من محافظة مأرب. وأعود إلى الحديدة مع الأستاذ مصعب أحمد. أستاذ مصعب، يعني الكثير يتحدث من أبناء المحافظات الجنوبية بأن هذا النقاط من حقها أن تقوم بالتحري والتفتيش وأخذ هويات من يصلون إلى المحافظات الجنوبية، لأن البلد لا زالت في وضع حرب وهم لا يعلمون. هؤلاء ربما يذهبون للمحافظات الجنوبية لعمل العديد من المشاكل، ويفترض أن يعني أن يكون هناك رقابة عليهم ويتم تفتيشهم. ولماذا الانزعاج من هذه السلوكيات والممارسات؟ نعم، أولا قبل أن أجيب عن سؤالك، تعليقا على حديث الأخ شعيب، لم أتطرق إلى النقاط الأمنية في مأرب ولم أتهمها بأي انتهاكات، لأنه لا يوجد فعلا ما نذكره حول انتهاكات النقاط الأمنية على مدخل مدينة مأرب، سوى بعض الإشكاليات التي حدثت مع بعض القيادات والناشطين المحسوبين على الحوثيين الذين يريدون المغادرة إلى الخارج. فقط هذا الذي ذكر، أما بقية الناس والمسافرين والنازحين يعبرون بشكل سليم. فيما يخص سؤالي، سؤالك والنقاط، نعم، بالنسبة لسؤالك والحديث عن النقاط الجنوبية وحقها في التفتيش، لا أحد يعترض على حقها في التفتيش والتحقق من هويات المسافرين والنازحين. لكن أنا حينما أتحدث عن مثلا وحادثة حدثت، اثنين باصات هيس تحمل عشرات النازحين من الحديدة، معظمهم عوائل تم احتجازهم لأيام وتم الإفراج عنهم بعد أيام بوساطة ومشوار طويل. يعني لم يحترموا أولا أن هؤلاء من أبناء الحديدة، ليس لهم أي خصومة مع أبناء الجنوب. ثانيا أنهم نازحون ووضعهم الإنساني سيء جدا، وأي إنسان في هذا العالم سيتضامن مع النازحين ومع العائلات ولن يتركهم للطرقات والجلوس في أماكن غير مهيئة للجلوس والاحتجاز. أيضا بالنسبة لنقطة العلم، نحن لما نتحدث عن نقطة العلم نتحدث عن الداخلين القادمين من مناطق الشرعية وليس من مناطق الانقلاب. القادم عبر نقطة العلم هو يأتي من محافظات مأرب وشبوة ومحضرموت والمهرة، وكل هذه المحافظات محافظات شرعية، فلا بأس بالتحقيق معهم. لكن أن يصل بهم الحد إلى السؤال والتحقيق معك، وإذا علموا أنك قادم من مدينة مأرب
يزداد تشديدهم وتركيزهم عليك ويبدأوا يبحثوا أنت تبع من؟ أنت هل تتبع الإصلاح في مأرب؟ هل تتبع علي مسجد؟ أنتم عسكر؟ يعني ما معنى أن تحتجز عسكر جرحى قادمين من المأرب ذاهبين إلى السفر إلى الخارج لتلقي العلاج؟ هؤلاء أفراد في الجيش وقضيتهم قضيته، يعني الكل له قضية واحدة وهي مواجهة الانقلاب. هذا مصاب في الحرب ويجب مداواته، كذلك الجرحى تعز يتم احتجازهم لأيام ويتم الإفراج عنهم بعد وساطات حكومية تتوسط. يعني أصبحت الحكومة عبارة عن وسيط وليست دولة هي من تقرر من يدخل ومن يخرج. أصبحت تتوفر عند قائد النقطة العسكرية المعينة بأن يسمح لهؤلاء بالعبور لأنهم أفراد جيش ويريدون العلاج في الخارج. صحيح. وهذه كارثة أن تحدث في المناطق الشرعية بهذا الشكل، المهين للدولة والمهين لشكل الشرعية أمام العالم. الناس يتابع، العالم تتابع، اليمنيون في مناطق سيطرة الحوثيين الذين يتوقون للشرعية يتابعون أيضا هذه الإشكاليات وهذه الحوادث ويتخوفون بشكل كبير من هذه القوات. يخشون أن تصبح مثلا أبناء الحديدة اليوم أصبحت لديهم مخاوف كثيرة من تحرير مدينتهم، يخشون من هذه القوات الجنوبية التي باتت على أبواب المدينة، يعني يخشون من هذه الانتهاكات، يخشون أن يصبحوا عاجزين عن العودة إلى منازلهم إلى قراهم في الحديدة. نعم نعم. طيب مصعب، أعود إلى مأرب عبر الأقمار الاصطناعية مع الأستاذ عبد الواحد ردمان. أستاذ عبد الواحد، يعني هذه الممارسات التي تحدث ربما أيضا بصورة أسوأ تمارسها ميليشيات الحوثي في المناطق الخاضعة لسيطرتها سواء في عمران أو حجة أو المحويت أو البيضاء وما شابه ذلك، من خلال من يصلون إليكم في محافظة مأرب وهم هاربين من هذه الميليشيا في هذه المناطق، أبرز انتهاكات ربما وثقتموها أو سمعتموها ممن يحكون لكم قصص نزوحهم إلى محافظة مأرب أو مسافرين يعني عن طريق محافظة مأرب إلى أماكن أخرى من البلاد؟ نعم، اسمح لي فقط في البداية أن أعرج على ما ذكره ضيفك بخصوص يعني دور الحكومة والسلطة المحلية في محافظة مأرب. نعم. وبخصوص ما أثير حول موضوع المخيم الروضة، نحن كنا اليوم قمنا بزيارة للسلطة المحلية ولمخيم الروضة للتحري حول الموضوع وما هي المشكلة. من خلال لقائنا بالسلطة المحلية فعلا تبين أن هناك إجراءات تقوم بها السلطة المحلية في محاولة منها لترتيب وضع النازحين، فقد قامت كما أطلعون اليوم على يعني تخطيط مساحة كبيرة تتسع لحوالي 6000 أسرة نازحة. قامت السلطة المحلية بتخطيط هذه المنطقة تخطيط كامل، وبحيث يتم إدخال الخدمات مثل الكهرباء والمياه إليها، ثم بعد ذلك يتم نقل النازحين الذين يسكنون في تجمعات عشوائية أو في مرافق عامة أو في أراضي ليست مخصصة للنزوح أو للسكن، يتم نقلهم إلى هذه المنطقة بحيث تتولى السلطة المحلية وتتولى المنظمات الإغاثية والمنظمات الدولية تقديم الخدمات لهؤلاء النازحين المتواجدين في مكان مهيأ ومرتب ومنظم. نعم. وموجودة فيه الخدمات. عرضوا علينا المخططات التي قاموا بها والأشياء، هي خطوة جيدة ولكنها يعني تحتاج إلى تضافر وإلى تكامل الجهود. نعم. يعني كما قلت سابقا يعني تضافر كل الجهات المعنية في هذا الخصوص، ولكن هناك خطوة بدأت بها السلطة المحلية في ترتيب هذا الوضع في سبيل يعني توفير أكبر قدر من الخدمات للنازحين وتوفير المتطلبات الأساسية وأيضا إخلاء المناطق السكنية العامة التي هي أساسا يجب أن تكون لخدمات أخرى وليست مكان للنزوح. نعم. أما بخصوص سؤالك أخي الكريم بخصوص انتهاكات المسافرين من المناطق التي يتعرض لها المسافرون من المناطق الأخرى، فكما ذكرت وذكروا ضيوفك الانتهاكات كبيرة يا أخي. تكون السفر من المناطق الأصلية إلى مناطق النزوح يكون أشبه بمغامرة
مجازفة يعني لا يعلم المسافر هل سيصل أم لا، وهناك الكثير من القصص الذي تم إيقافهم في هذه النقاط، وهو مسافر نازح لا علاقة له بأي جهة أو بأي طرف، ثم تم يعني سجنه وتغييبه، وإلى الآن وهناك عدد كبير من الأفراد الذين لا زال لو في سجون الحوثيين تم التقاطهم من أو أخذهم من النقاط التي على الطريق، رغم أنهم لا علاقة لهم بأي يعني لا ذنب لهم ولا جرير لهم، إلا أنهم يبحثون عن الأمان في مناطق النزوح. أشكرك الأستاذ عبد الواحد ردمان، مساعد رئيس الوحدة التنفيذية لمخيم النازحين في محافظة صنعاء ومأرب، كنت معنا عبر الأقمار الصناعية من مأرب. مشاهدينا الكرام، نذهب الآن لمتابعة أيضا مادة ميدانية أرسلها لنا مراسلونا في محافظة تعز، وشهادات الناس عن معاناة الناس المسافرين والنازحين من تعز نحو المحافظات الآمنة والمحررة. نتابع بداية الانقلاب في 21 سبتمبر حتى الآن، يعني اليوم نجد أن كثير من المآسي، كثير من تلك الظواهر السلبية التي ابتلى بها اليمنيون جراء انقلاب الحوثيين، وهو عملية النزوح. النزوح لما يترتب عليه من مآثر إنسانية كبيرة جدا، وهي تتمثل في فقدان كل ما يمكن امتلاكه لدى الأشخاص، وبالتالي في أن النزوح يعتبر من أسلوب أو سلاح آخر من سلاح الميليشيا ضد هذا الشعب المناضل منذ 3 سنوات. اليوم أبناء المناطق سواء في المناطق التي تشهد اشتباكات يعانون من النزوح، كذلك في مناطق الحديدة هناك يعني حالتهم الإنسانية تعبانة جدا، وبالتالي النزوح أثر عليهم، يعني حتى وصلنا إلى بعض المعلومات بأن هناك من باع كل ما يملك حتى يستطيع أن ينزح إلى أماكن أخرى ناجيا بنفسه، وبالتالي فإن النزوح هو ظاهرة من ظواهر الحرب التي يمارسها ميليشيا الحوثي والمخلوع على هذا الشعب. جاءت الحرب وتسببت في معاناة كثير من السكان، كانت هذه المعاناة عبارة عن النزوح الذي نزحوا إليه من موطن الحرب إلى أماكن أخرى سواء في داخل المدينة أو في خارجها. معاناة النزوح معاناة متعددة ومضاعفة، فالنازح يعاني كثيرا سواء كان في موطن النزوح بداخل المدينة أو في خارجها. أيضا من صور المعاناة التي يتعرض لها النازحون أثناء دخولهم أو خروجهم من المدينة، نظرا لكثرة النقاط التي يمرون عليها، وأيضا للتصرفات التعسفية التي تقوم بها الميليشيات الإنقلابية. بشكل عام معاناة النازحين معاناة كبيرة، نتمنى أن ينظر إليها بعين الاعتبار، وأن تكون هناك طرق وحلول تضمن لهؤلاء النازحين ولو أبسط الحقوق التي يجب أن يحصلوا عليها في موطن نزوحهم، وشكرا. معاناة النازحين معاناة كبيرة، حيث أن هذا النازح أولا أنه يخرج ويطرد من داره، فيترك الأهل ويترك المتاع ويترك البيت، ثم ينزح إلى مكان آخر ربما قد لا يحصل على مأوى، وتكون يعني ظروفه صعبة ومتعبة، وخاصة في ظل يعني في ظل الغلاء الفاحش، في ظل يعني الأوضاع المتردية، في ظل أنه عدم وجود السكن. كذلك بعض النازحين قد يخرج إلى العراء ربما لا توجد له حتى خيمة تؤويه، وهذه معاناة كبيرة ومقاساة يعانيها النازحين عندما يخرجون من بيوتهم، وخروجهم من بيوتهم لا يخرجون إلا بالقوة، وهم خائفين على أنفسهم وعلى أولادهم وعلى أولادهم من جراء الحرب أو من القذائف التي تصل إليهم، فهم يضطرون يعني اضطرارا أنهم حياكم الله مشاهدينا الكرام، وعودة أخيرة إلى الصحفي مصعب أحمد من الحديدة. أستاذ مصعب، كلمة أخيرة الآن فيما يخص المعاناة التي يتلقاها المسافرون على الطرق في المحافظة الجنوبية أو الخاضعة على سيطرة ميليشيات الحوثي، هل تعتقد مع التغيير الحكومي الجديد ورئيس الحكومة الجديد ستكون هناك ربما توجيهات حاسمة على الأقل في المحافظة المحررة الجنوبية بالتعامل بصورة إيجابية مع المسافرين والنازحين إليها؟
أنا أريد أن أقول رسالة واضحة للجميع في كل المحافظات، يعني في صنعاء، في مأرب، في كل محافظات اليمن الجنوب، في شرق مدينة الحديدة، محافظة الحديدة ظلت المحافظة دائما المفتوحة أمام الجميع. كل أبناء المحافظات اليمنية يدخلون الحديدة بسلام، لا أحد يعترضهم. أنا أتحدث عن ما قبل الحرب ليس الآن. الكل يدخل بسلام ويعيش بسلام ويمارس أعماله ويستقر في الحديدة، لا يوجد أي حدث عنصري أو مناطقي أو ديني أو طائفي. الحديدة مدينة السلام وأبناؤها معروفون بسلام على الجميع. لكن هذه التعاملات التي والمعاناة التي تبدأ من الطريق ولا تنتهي إلا في ابتزاز النازحين في مناطق مزروح، مثلا في صنعاء يتم ابتزازهم من تجار العقارات، من المؤجرين، ابتزاز لن ينساها أبناء تهامة، كما لن ينسوا أيضا الحوادث والانتهاكات التي تحدث لهم في النقاط الجنوبية. هذه المشاهد والصور بإهانة أبناء الحديدة المضطرين النازحين في هذه اللحظات وفي هذه الأيام الحرجة على أبناء هذه المدينة تتترسخ يعني في عقولنا وفي قلوبنا ولن ننساها. المدينة التي ظل أبناؤها مسالمين ويكنون الحب للجميع ستتغير قلوبهم، لأنه هذه الممارسات هذه لا تنسى والإهانات لن تنسى. أيضا يتعرضون للتخويف أشكرك. في المحافظة الجنوبية نعم. وكذلك في المحافظة الجنوبية في أماكن النزوح من استهداف مناطق مخيمات النزوح بقنابل ومسلحين مجهولين. نعم، الصحفي من الحديدة مصعب أحمد، شكرا جزيلا لك، والشكر أيضا للأستاذ عبد الواحد ردمان كان معنا عبر الأقمار الاصطناعية من محافظة مأرب. ختام هذه الحلقة مشاهدينا الكرام، تقبلوا تحايا الشباب في الإعداد وأيضا الإنتاج، الزميل وديع عطا والزميلة إلهام عامر، كما هي لكم مني بشير الحارثي، حتى الملتقى في حلقات جديدة من بين قوسين بنفس الموعد ونفس الزمان. السلام عليكم ورحمة الله.